من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر كان عاوح كبير لابن ايا ايادة بقول لابا ايو افرتناد اي سورة البقرة وحنا كجوا ان شاء الله تعالى ايادة بقول تضوى ايو كنتناد اسل سورة ده. سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول وحيده دونان السفهاء قولذي عقلك كليتي من الناس دد حال أيهن ما شيء جيبا واللهم كجيدي عن قبلتهم قبلته ذي بحاك جيدي التي قبلتي كانوا ويهاين عليها على استقبالها قابلي ديدا كباكو سوغن. قل وحا تراضا لله الله وحا أسوغن المشرق قرح صوبحي والمغرب قرح نعبا أسيا إسكالي يهدي الله وحنونني من يشاء عدة دونه إلى صراط ودوك حنونني ودده مستقيم توسن. وكذلك سدا أن قبلدا كو قابل نيس لمدا أن جعلناكم وحن إذكا يلي أمة أمد أو وسطا عادلين لتكونوا إن ذهاتان در تيدا أن أمد عادلين إذكا غدقني شهداء كوبا مرخاتك عي على الناس ذاتك كوبا مرخاتك عيو ويكون الرسول رسول كنا النقض شهيدا من مرخاتك عي عليكم دشين. وما جعلنا كما أن يل القبلة جهدا أتقابل إنسان التي تي كما أن يل كنت أضهيد عليها على استقبالها قابل ذا متكسوا إلا لنعلم إن نجنو أيان غي لي من قفك يتبع راعي الرسول الرسول راعي من قفنا أن كأجنو ينقلب النقنية على عقبيه راتك النقنية. وإن كانت قابلة وحي أهاتي لكبيرة بدوين إلا على الذين قلدي موية هد الله ألاو هنوني. وما كان الله ألم أوسنهان ليضيع مذل من إيمانكم إيمان كن اللمين إن الله ألي لرؤوف مذ أطري وي بالناس تذكى يؤطري رحيم حريص بغل. هل كان إله سبحانه وتعالى وحكب الله بيا أحكام فربضا وليبا أركان الإسلام وفهفهسن توحيدك ميلا بدن أيو كغسو هاد ليو دي قرآنك مقصد كلوسو دجيي وتوحيدك ويي صورك قرآنك وردن توحيدك وكهدلا أركان تيك لي أفرطا هيدنا إله أيغو سرديسن أيو هالكن كغهدلا يا إسلام أركان فهفهسن صلاة داوه الرئيسة زكاة صومك حجك يكهد ليا يوفى فاسا كد من أحكام كلي أولي وأبضان أحكام الأسرة حاذي ريرك يو قوسك أحكام أوليها يكهد لدونا ربي سبحانه وتعالى قاب كاسي أي أسعون دونا. هل كان ربي وحكهد ليا صلاة وخاصة استقبال القبلة واي رسولك عليه الصلاة والسلام انتو سسوه جرونين مكتشوغي وصلاة دا ايا لواجبي اي لابا جير ايونا واجبي تان كاسي دعي اي مر وحي اهيد وحي اغير كالغسو دجي اي رسولك عليه الصلاة والسلام وحي اغير الغب الله اي اياده اما صور كي اغوهر ري اي وحي واجبي اي صلاة صلاة دا اي واجبي اي ما ايان اهين صلاة دا شنطا اي وحي اهيد صلاة الليل يا ايها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. واجبين وحيا هاي صلاة الليل كلا واجبين أيه رسولك اللي هو واجبي أيه وأمته تبع له ومدنا وراء سنتها أيه واجب بيك واحد. هذا بس صلاة هاسي وحيو بهايه المال لقابله وقبله وهاي جهاؤه وحالا مدى صلاة هي واجب كأهاية شنطة أهاية
إلى قيام الساعة سعريه أركي لو واجبيه ليلة الإسراء والمعراج لو واجبيه صلاة هاكم يهوري يكوب الضمبئي هدي واجبيهين يهدي سنيه الرمان من للقابل وقبل وايه يباهيهين رسولك انتو مكتشوغي عليه الصلاة والسلام وحا أمر لغسيي إنو قابل بيت المقدس وحال كاسي قبل أخدكتو بيت المقدس سوى قابل أيوه يوسوه جلودي بيت المقدس مركو قابل يا رسولك وعادو جعل كعبة إنه قابله حسبيني جري كعبة الباب كيدو اسكتو سنجري مركو تكريو كعبة الباب كيدو لنك يمان أيو جرا وقرح ذا ماشا أي كسو بحدو قابل سيهي لابدا ركني ركنيغا وكو جرو حجر الأسود يا ركنيغا كلايا كعبة الباب كيدو مركو لنافو لا كعبة أفر جيسويه labada gees yamaaniyeen baa loo yaqaanaa labadaasi dhanka yaman ayay u jeedaan inta u dhaxeysana waxay qaabilsan tahay oo albaabka kacbada uu ka mid yahay qoraxda meesha ay ka soo baxdo baytul maqdis iyo shaamna qoraxda meesha ay u dhacdo qaabilsan yahay oo labada rukni ee gadaal shaamiyeen ayaa la yiraahdaa oo shaam bay qaabilsan yihiin baytul maqdis marka rasuulka arkay uu tukanayo wuxuu qaabili jiray kacbada albaabkeeda marka uu qaabilo kacbadu qaabilsan yahay baytul maqdisna waa qaabilsan yahay la baytul maqdis qorax dhac u jiraayo kacbadu gadaal ka sii jira kaga toosan yahay sida ayuu tukan jiray kacbadu la aad u jeclaa inuu qaabilo haduu soo hijrooday madiina yimid madiina waxay u dhaxeysaa baytul maqdis iyo kacbada ay u dhaxeysaa وكعبدنا قرح ودعي قرح كسبحي كجرتا بيت المقدس لا قرح ودعي كجرا مركا دي مسورو ويسو ادو بيت المقدس قابل يا كعبد ان قابشو سي مركي مكه او جوغي او ييلاي وحا لازم كعبدا مركا اد بيت المقدس قابشو كعبدا دبركادا اني قابشو يا لازم كعبدا دبركادا اي كتوس كا وحو قابل يا بيت المقدس لحية طوان بلوت أما تضوية طوان بلوت رسولك وحو آدو جعل عليه الصلاة والسلام كعبادة إن لا أمر قابل ديدا وصلاة دي سا كعبادة أولا قابل وقبلة دي سا يجهاد سو أي كعبادة النقطة لابا سببونا ادونا يو سبب وحاوية وماشي وكل شيء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمر لغسيا سنوكو أبترسدو أووغيا أمرنا اللغوسي أن يتبع ملة إبراهيم كعبة دي سوي ما شو قابل يوي النبي إبراهيم كعبة دي سوي تاو أجعلا أرن لبادنا أجعلا يقول هذا عربتي رسولك وكرنا شيء غير قريش يغير به وحي آدو احترام جرين ويوينين يين ويتعذيمين جرين ولغود بكعبة كعبة هدي أو قابل وحو رجين يين قول هذا عربتي سودوين إني أنقطه taasina ay keento islaamnimada inay ku soo jiidmaan oo islaamaan labada arimood ayuu u doonayay kacbada in la qaabiliyo ka markii Allah ayuu qaadanayo wuxuu qaabilayay baytul maqdis arintii baa la nasaxay rabaa oo qaabilidii baytul maqdis uu qaabilaya laga nasaxay kacbadana loo nasaxay markaas ilaah wuxuu sii sheegaya arimo dhici doono ila aalimul ghaibi wa ya rabbi waxa waa maqan ayuu og yahay rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam معجزات كيسائينا كميتا وحيابا عن دعنين وكور موسيدين اي ادعضو الى وحولي يقلسوا فهل لي رهدو كعبادا مركا لغو قابليو ويكوبوشين دونا وحبي كاشيق دونا قولا ذا سفهادا سدح غيبوي قولا غير يهودة غير نصارى يا مشركين سدح ذا بوا كوبوشين دونا غير يهود وحي كوبوشين دونا بيت المقدس ايا ايغا وقبلاه مركا بيت المقدس قابلين دو سو قابلي وخوغا باي سو دويسنين او اسلاهايه ويدين وافقه مركا كعبده او قابلو هي كو بوشينيا نينكاني بيت المقدس قابلين دي او قابلي هورينا اي شهوه اي دونيتان اسغا او دورين با اسلاهيد كجيتسغي او كجيتسدن دونيتان اسغا او دونا ايي اهي قولدا رهن نصارانا كبا اغفوغا ايغا لفتودا inkastoo ila qibla ahayn oo ayagu baytul maqdis qibla uma ahayn ee qoraxda meesha ay ka soo baxdaa qibla waa halkaas ay qaabi qoraxda qaabili jiray qolada mushrikii arab waxay ku bushinayaan ninkaani markii hore ba qibladii awowgii inuu ka tago
ee halka uu qaabilo waxii Rabbi ma aheyn ee de wuxuu asaga doonayay yahay hadana qaabilida uu ku soo noqday de meeshan buu iska jiclaaday oo meeshu ku dhashay ay tahay waxyaabaha ay ku bushireeyaan arrimahaas uu Rabbi noo sheegaya wuxuuna ku sheegaya saddexda qolaba sufaha inay yihiin safihana waxa la yiraahdaa ruuxa aqli gaabka ah waxa dantiisana aan garanayn oo dantiisa adduunye iyo dantiisa aakhira ma yaqaanne waxa Alla wuxuu doono naftiisa ay jeclaato iska sameeya kaasa safiih la yiraahda qoladani sufaha weeyaano waxayan garanayn xikmada Rabbi subxaanahu wa ta'aala qolada sufahada ay Rabbi u jawaabay wuxuu uga jawaabay laba arrimood arrin ruuxa weeye lillaahi al-mashriqu wal-maghribu ee qorax soo baxaya qoraxan u dhacba asaga iska leh Rabbi kacbada asaga leh baytul maqdis asaga leh qoraxda meeshay u dhacdo asaga leh meeshay ka soo baxdo jihooyinka oo dhan Rabbi baa iska leh addoommahana Rabbi baa iska leh hay ilaah subxaanahu wa ta'aala meeshuu doono amraya meeshuu doono u jeedinaya cid diidi kartaana lama arko cidda diidaana waa cid caasi garowday oo Rabbi ku kufrisay cadaabna mudan waayo ilaah la yusalu camaa yafcal wuxuu sharciyeeyey axkaam uu ka dhigaa xikma asaga uu og yahay ayuu u sharciyeeyey in la bushiyaana ma banaana in la raaca waajiba waaye samca wa taaca iyo waajiba taa waa jawaab jawaab kale oo ilaah subxaanahu wa tacaala qolada ugu jawaabay waxa weeye ummadani waa ummad wasad ah waa caadiliin dhexdhexaad ah mar hadday dhexdhexaad yihiin qaabka ay u dhaqmaan waxa ay qaataan waxa ay xukumaan arrinkaasaa diin ah qaabilida kacbadan ay qaabileen diin weeyaano wasadnimada ayaa keeniyo ee qofka caadilka ee cadaaladiisana ilaah u tacdiiliyey de waxa uu sameeyaa waa wixii xaqa ahaa iyo saxa ahaa aayadani waxaa loo daliishanayaa ummadda ijmaaceeda macsuum inuu yahay ummadda wixii ay ku ijmacdo macsuum weeye waayo ilaah baa wuxuu tacdiilinayaa ummadda wuxuuna leeyahay ummadda ee wasad weeyaano waa caadiliin waxa ay xukumaanna khalaas waa kaasuu Rabbi wuxuu raacinayaa caadiliin wuxuu Rabbi idinkaga dhigay wuxuu doonayaa ummadaha idinku inaad xukuntaan oo adduunye haddii ay joogaanna kii khaldan khaladkiisa aad sheegtaan kii saxanna saxdiisa aad sheegtaan ummadda muxamediyada ummadda ay ku xukunto ummaddaasi waa saxantahay saxwi waa ijbaac ummadda ay ku xukunto inay khaldan tahayna waa khaldan tahay aakhirana inaad shuhada noqotaano ummadaha iyo ambiyadii loo diraa isqabsan doona oo ambiyada waxaa wuxuu Rabbi weydiin doonaa ma gaarsiiseen dadkii aan idiin diray waxyiga waa gaarsiinay Rabbiyow qoladii waxay leeyihiin maya Rabbiyow waxna la soo gaarsiiyey lama arko maa jaa'ana min bashiir wax rasuulo noo yimid annaga lama arko markay sidaa isu qabsadaan iyo ambiyadii Rabbi wuxuu weydiinayaa yaa idin markhaati ah ummadda maxamediyada markhaati noo ah ummadii maxamediyada waxay ku markhaati kacayaan Rabbiyow ummada ambiyadaada waxyigii aad u soo dhiibtay ummadahooda way gaarsiiyeen oo maxaa ku ogaateen dee rasuulka annaga noo sheegay qur'aanka noo sheegay oo kalaamkaagii ah rasuulka u markhaati kacayaa ummadana oo le ummadani caadiliin weeye waxa ay xukumeenna sax weeye sida ay u sheegeen weeyaan oo ambiyada ummadahooda waxyigii iyo diintii way gaarsiiyeen iyaga caasi garoobay arrimahaas Rabbi noo cadaynaya sayaquulu waxay dhihi doonaan asufahaa qoladii caqliga ka liitay oo danahooda aan garanaynin minan naasi dad xal ay yihiin maa shaygee baa wallaahum rasuulka iyo mu'miniinta maxaa ka leexiyey maada waa istifaamiya waana mubtada wallaa faacilkeeda waa damiir mustatir oo maada u noqonayo humtana waa mafcuulkii maa shaygee baa wallaa jeediyey hum ummadda maxaa ka jeebina nabi maxamed iyo asxaabtiisii maxaa jeediyey an qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladii kaanu way ahaayeen calayha dusheeda mid ku sugan baytul maqdis ay qaabil saraayeen maxay uga jeedsadeen qul waxaa tiraahdaa lillaahi allah ayuu u sugnaaday almashriqu mashriq qorax bax iyo walmaqribu qorax dhacba rabbi baa iska leh mar hadduu rabbi leeyahayna iyo haddii alla uu hanuunini ma yeeshaa uu cidda uu doono ilaa siraadin waduu ku hanuunini wadada oo mustaqiimin toosan wadda toosan in la isku haruuriyaana waa macrifatu lxaqi walcamalu bihi xaqa in la garto isla markaana la raaco lagu camal falo kaa qiblada loo jeediyey inay xaq tahay inaad garato isla markaana aad raacdood ku camal fasho kaasi ayaa hidaaye iyo toosnaan ah wa kadalika
كما نوليك سدا أن كو جيديني نبا جعلناكم وحان إذا كي يلي أمة أمة أو وسط وسط كأس اللغة نحاتك اللي يري هذا الشيء نحن يلو والله الشيء معني طرفتان إيا طرفتان برتان كوضا يا وسط اللي يري هذا وسط كوحالي يقالنا إنت بدا وبد بادا أطرافتان إباطها دي يكون نعضو الشيء نحن يلو وبد بادا يوني ما نعضو هذا ومضني وحي وسط أطاي بين الإفراد والتفريد حد قدب إيا كقابل ومضيه هوري لبدا أرموض إيا يكون نعين إفراد وحا كون نعين قولا دي رين نصارى أنبياء دي ألاوا كحد قدبينو وحي كون شيئين حق أيان أنبياء دا لهين أي يسيين ونبي الله عيسى وحي يره دي ويل ألاوا إله بوي هو يديسا إله وكحد قدبين حد دي بي كلب بحين qoladii reer yahuudna waa ka gaabiyeen xadiyo waxay ku sheegeen nabiyullaahi ciise waladu zina inuu yahay hooyadii zaaniyad inay tahay waxaas alayhi laacnatullaahi ayay ku sheegeen marka ifraad iyo tafriid hadii ay ku dhaceen umadari ilaah wasad ayuu ka dhigay iyo dhaxdhaxaad dhaxdhaxaadnimadana waxa weeye waxa ilaah u soo dajiyay inay raaciro ah anbiyaadii allah waa adooma ilaah u soo dirsaday ikraamay waxyi iyo diin ku ikraamay ku soo dajiyay xaq bayna ku taagnaaye waana adooma حق الله وحبكم لها وكا وكذلك سدا ان كو جيدين دونو سي لميدا ايان جعلناكم وحن اذا كيهل امه امه او وسطا عادلين لتكونوا ان اهاتان درتيده ايان ان يل شهداء كو مرخاتي كعيو على الناس ددك كو مرخاتي كعيا دنيا اخره ويكون الرسول رسول الله وهان يا شهيدا من مرخاتي كعيا عليكم دشينا وما جعلنا كما ان يلين القبلة جعلنا القبلة التي كنت عليها شن إعراب يا كبرنا هل إعراب يا واضح بنانك يا لكاسان مرينا إعراب كاسي وحوي جعل ذا بمعنى صيانا لما مفعول بيقاذتا القبلة كي هوري التي نكيدا بالله قد يقو كاسا أسوله وما جعلنا كما أن يل القبلة قبلة يجهاء قابلي كما أن يل التي تي كنت أضهيد عليها دشيدا متكسوغان إلا لنعلم إنان أغانو أيان أغيالي من قفك يتبع راعي الرسول رسول قفك راعي ممن قفنا أنك أغانو ينقلب النقنية على عقبيه رات كيس كون نقني ويو قبل هذا المكل الجيدي قفك مؤمن كاهي إيمان كيس أغنب يهي على السمع وطاعة مالك استولو جيدي ديار أيهي قفك سيان سيدا ديار وهيرو إيمان كوسا نب كاهي بوش يمرن أيو كيري وانا ديدا يا أرنقا إنو كلا عداد وامتحان وإن كانت جيدين تاسي وحي أهاتي وبيت المقدس إنت اللقاء سو جيدي كعبة اللقو سو جيدي لكبيرة نبضان وعرس وددك أي ينوذ ييلي كرين إلا على الذين قولادي أي ينكو عسلين هدى الله ألاو هنوني عدو ألا هنوني يدي رسولك إنه رعانا ديار ويهينو أوامرت ربي قام كي دون تبا ديار بيه وو ديار سيه وانا راعيا وكاب قول المؤكد قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا يعني مؤمنين توحى الوية قالنا إنا يرهدان سمعنا وأطعنا بس وما كان الله ألم أصنهان ليضيع مثل من إيمانكم إيمانك إنما مل منه إن الله ألا بالناس ذاتك لرؤوف الرحيم إيمانك هذا الآية ده وحي جيدا صلاة وبيت المقدس إنت لو تكنيي وكعبضا أن لصو قابلين ضد مؤمنين ها آيات انتي أيو يدو بيت المقدس لو تكني قولا داني كعبضا انت على صو قابلين انتي قولا دا ستولو صلاة دو دي سديتاي بعض الصحابة ايا كشكي وعي رادي قولا دا صلاة دو دي أبايا بأسحين إلا هو عليها قولا دا صلاة دو دي سديو أسح دوي قولاد المؤمنين تارا عمل كأي قبطان يا صلاه دو ربي كبل من ايو ايو صلاهنا ربي و خو مغعاب ايمان ارنكاسنا و خو توسيا اعماشا جوارح ذا وحي كميتاي من الايمان سدا اعماشا معاصي من الكفر ايو كميتاي اعماشا معاصي دون وحي كميتاي من شعاب الكفر اعماشا طاعاتك اودنا من شعاب الايمان ايي كميتاي صلاهنا كميدا وما كان الله ألم أصنهان ليضيع مثل من إيمانكم سلادين مل من أيو إن الله ألا بالناس تتك لرؤوف مذ أطري ورحيم أن حريصا أيو
قد نرى وان أرقنا تقلب وجهك وجهك قد قدومي دي في السماء في جهة السماء سمضى لنك إذا قد قدومي فلنولينك ولو حنكو جيدين قبلة قبلة أو ترضاها أجعشهاي فولي جيدي وجهك وجهك وحدو جيدي سا شطر المسجد الحرام مسجد الحرام لنك يسأو جيدي وحيث ما مال الله ماشات كنتم مؤمنين يأتكو سقناتان فولوا إذيكونا جيدية وجوهكم وجهين شطره مسجد الحرام جهدي سأو جيدية وإن الذين قرض أوتوا العلم علم لسي لا يعلمون وحي أقيهين أنه جيدين تا أوتوا الكتاب كتاب لسي لا يعلمون وحي أقيهين أنه جيدين تا الحق حق إنو يهي حق أو من ربهم ربي قوذ حق كيمي وما الله ألا بغافل من هالما ما يماها عما وها يعمرون أي سمينيا والله لئن أتيت هداد أخي أنتو الذين قلدي أوتوا الكتاب كتاب لسيي بكل آية آية كستهدي أدو كنتو ما تبعوا راعي مايان قبلتك قبلة راعي مايان وما أنت أذونا بتابع من راعي يمته قبلتهم قبلة راعي وما بعضهم قاركو ذا بتابع كبر راعي يماها قبلة بعض قارك كان قبلتي والله يا لئن اتبعت هدي أرى عدو أهواءهم وحأجعله من بعد ما شيء كذاشي جاءك كوي من العلم حال علمي هاي إنك هذا إذا وقت قال من الظالمين ظالمين تمتك مذايات هاي إلى النسخ بيت المقدس جيدنتي يا صلاة لقابل يي وكان نسخي ينوع ضيني عليها رسول كيسا سوى الله هذا يا رسول الله وكو أغنهي inaad mar walba cirka eegayso oo wajigaada cirka iyo jahooyinkiisa aad fiirini adigoo jecel waxyi in lagu soo dajiyo isla markaana kacbada lagu jeediyo kacbada lagu amro hadaba kacbadii aad jecleedan ku jeedinaynaayo fawli wajha ka shadal masjidil haram marka aad tukani masjidul haram qabil mu'minina idinkuna qabila wayay hadaba salaada marka la tukanayo afar xaalay leedahay كعبدة هدي اللي تشوجو ومسجد الحرام تكون رح جرتها كعبدة واداركي كعبدة إن القابشة واجبة مسجد الحرام قابلي كرتين هذا كعبدة نبرك وجد جدار كمسجد كأد قابشة صلاة كأس عميسو كعبدة إن القابشة واجبة لا هي قبلة هو أيضا هذا إن كعبدة أركيدين أتكب حسنت هاي مسجد الحرام هذا داركي مسجد الحرام إن القابشة واجبة وحالة الله بعض حالة سدحت مسجد الحرام مركيس لكن واحد جوكته مساجد مؤمنين تأي دستين أو قبلة ذا إلا قابلية لإسلام يقول هي اللي سكوا فقصي هي هدي أجوكته هي مساجد عندنا كأي وجه ذا إن القابشة واجبة عندنا كلا إن القابشة ما بنارو مرة ذا مؤمنين تأي سكوا فقصي هي قبلة ذا مسجد كين وقابل سي هي وأنكو اجتهادي عندنا كوجه ذا نبرك وجه ذي نيا ما يصح مساجد كأي إن القابشة واجبة وأرين سدعة أرين كأفراد ميل بنان هدد جوكته مسجد الحرام جوكتي ايه منا اركي هيسد مساجد المؤمنين تاكل ما هيسد هي واحد كو اجتهادي قبلها يا كعبده دنكي اي كاجرتي مسجد الحرام دنكو كاجري اياد كو اجتهادي دنكاي كولا نوقتي ام بادنا قابيلي ولو دنكا اي كولا نوقتي خطابها هاد غدو دون ودنكي اد قابشي اي كولا نوقتي واد توكتي marka salaadii dhameysatay kadib aad ogaatay ina khaldanay salaadadii sahih way ina ku noqoto la loob baan wayo ilaah wuxuu ruuxa ku kallifay waxa uu karayo wuxuu san karayn in rabbi kuma kallifin subhanahu wa ta'ala sida ay quraanka wuxuu ka cabiraya shatr al masjid al haram laba arimood weeye shatr bi macna nahwi wa wajha masjid al haramna dawa masajid ka kaabada ay ku dhaxtaalo marka masjid al haram dhankiisa qaabil weey dhankiisa u jeedso قد نرى وانا رجنا تقلب وجهك تقلب بصرك الى موسى ماشا واخ لو فيريا وا اندها اندها هذا اياد كور كو ايغيس ربي موسى ان وجهك قابل سكر سببك واخا ويه روحه مره واخ و ايغيو لبا قاب واخ ويغا انو وجهك اي اندها اسرائيل يو انو اندها كلي واخ كو فيريو وليبا ماشي هورتيسا ميل كدوان هدو ايغيو كور يا دنعي هدو ايغيو اندها كلي انو كو ايغو وجهه سليحين يا وجهه انو راعيو وجهه هدو سليحين روحه اندها كلي ليحيو لبا ارمود ميد ان با كينيا روحه وجهه انو سليحين وها او فيرينيا دن وين انو سان كلهين او و خو سدا و خو سي وينينيا اينا هينو د
هذا أركي يا دوس أنا أركي وحوي نوسك كذا حنين يوم ما هاي دم بكرة حال هاي وبقية إنه ماشى فيري وكعبسني لبلا الرماد يا وحي كير يا إن ده كلي إنه لحيه وجهنا وصل لحيني ده لبلا الرماد بده مجرته رسول عليه الصلاة والسلام ماشى وإيجا يدم وين بكرة ياي وحي إنه سبده وجسد دقوا يجعل ياي أرن لبعض عبسي هاي سوء عرك هفيرين إن أمر الجسية إنه مجرو كاسيد أدرت هذا وجهك ربي أقع عبر إياه وقد نرى تقلب وجهك وجهك أردنا إياد عرك قابلي سيوه يدكو أكت قد نرى وان أرقنا تقلب وجهك وجهك قد قدومي في السماء في جهة السماء سبدا لنك هذا وقد قدومي هذا هو وحي سوغي فلنولينك فوالله ما نقول رارتي لنولينك وحنكو جيدينينا قبلة 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 أو ترضاها أثر عليك تاي يعني ترضى بمعنى تحبها يلو جيدا تي لو جيدية ورحالي بوكاها وكعبادي بيت المقدس بركو تكني رحالي بوكاها سخط يا عرم أي ينكهيني لكن وحو كجع لا كعبادي اللو جيديو ركا ترضى بمعنى تحب ذا سنة يا لوغو فصيرية فولي جيدي وجهك وجهك هذا وحد جيدي سا شطر المسجد مسجد كننكي سي جهدي سا مسجد كي الحرام حرمد لها وحيثم ما مل الله ماشات كنتم إذا كنا كسقناتان فمؤمنيني فولوا جيدية وجوهكم وجهين شطره ننكيس وجيدية وإن الذين أوتوا الكتاب قال هذا كتاب كلا سيئي لا يعلمون أنه الحق من ربهم قال هذا أهل الكتاب جيدين تان مركا هوري بيت المقدس لغو جيدية مركا دنبنا كعبادا لغو سو جيدية حق إنا يتايوه أوجيهين لبا الرموت بي أوجيهينو كتبتو دو حيكو هايستين رسول كآخر الزمن لصو ديريو بيت المقدس يقابل الدورة كدبنا كعبة يقابل الدورة كتابك هذا يكون هايستينو حق إنا يتايوه أوجيهين أرن لبادن ويأوجيهينو أيهو باطل إليهين ويس أوجيهين أو أيهن حقه سعونين مركا قفك هدو باطل كو سعوده إنو كو سعودان ويس أوجيهي حقنا وكسو أديدو فلا محل له من العناية روحا إن دن لغا يشا دي محلو مكو مالي دن حكا يلاني وحل لسوغا وعقاب أوكليا سيدا درت إذا ربي وحوليهي وما الله بغافلين عما يعملون وقود يتهديد وحاي سمعيني ربي وأوكيا وعقاب يوي وإن الذين قلنا أوتوا الكتاب كتاب لسيجي ليعلمون وحي أوكيهين أنه جيدين تلقو جيدية الحق حق إنويها حق ومن ربهم حق ربي وذا كيمد وما الله ألنا بغافلين مذها المامسان ماها عما وحا يعملون أي سمعينيان ماها المامسان والله يا لين أتيت ماذا النافية ذا سيد اللي سيو عمل فشاء خبر كذا سيد بدن بقى بالجليه بقى بالوجرة خبر كيو النص بالسن إن لدق القرآن كلا بما وضع كليه كسوار أرتي ما هن أمهاتهم يا سورة يوسف ما هذا بشرا لا بد ما وضع كليه كسوار أرتي خبر كيو النص بالسن أنت قال بقى بالوجرة وبعد ما وليس جرال بالخبر وما الله ألا بغافل من هالماما يماها عما وحا يعملون أي سمينيان والله لئن أتيت هدي أدوكينتو الذين قلد أوتوا الكتاب كتاب لسي بكل آية ما تبعوا قبلتك يعني إله وحو النور شيغي وحي أقيهن قلد أسي جيدين تألقو جيدية حقنا يتايسون ماها ويديد يعني محي وديدين عناد ماذا عديك بيديد يعني يحسد المدرت هذا جهل ماها مالا دوسين جهل أهين wax kasta hadal samayso warkaada yeeli maaya ayad kasta hadal u keeto warkaada yeeli maayaan qibladaada inay raacaan diintaada inay qaataan maba dhacayso way isku daalin aduguna he muxuu aha rajay iyo yuusan ayaga gelino